ضمن طلاب نجي ناخذ مثال آخر. طبعا المثال هنا هو نفس المثال السابق يعني بالنسبة للسامبل سبيس، ولكن طالب من عندنا كم شغلة. يريد من عندنا الاف لو كانت عندنا البروبابلتي رايتها لو كانت عندنا الاكس تساوي 1 والواي تساوي 2، ولو كانت الاكس تساوي 2 والواي تساوي 0، والاكس تساوي 1 والواي اقل او يساوي 2 والواي تساوي 2. هسه بالنسبه للسامبل سبيس هو مثل اللي استخرجناه سابقا للكون توستد تو تايمز، وعرفنا انه الاكس هو عباره عن عدد الهيد والواي هو عدد التيل. هذا الجدول مالتنا نفسه اللي استخرجناه سابقا، وقلنا راح نرتبه بهاي الطريقه. هسه نجي ناخذ اول حاله، شنو المطلوب من عندنا؟ اذا كانت الاف تساوينا 1 الى 2 الاف اوف الاكس واي، عندما الواي واحد العفو الاكس واحد والواي 2. اكو فد ملاحظه خلي انبهكم عليها ما دام احنا هسه بالموضوع، انه مني يقول هسه عندنا الاف اوف الاكس واي، يعني اذا حددنا وقال هاي 1 وهاي 2، معناتها هاي اول قيمه تمثل الاكس وهاي القيمه تمثل الواي، فننتبه هذا الشيء راح ياثر عندنا وين بالتيبل. زين، لو قايل عندنا الاف اوف الواي اكس ونطينا هم 1 الى 2، فننتبه انه هاي راح تمثل لنا قيم الواي وهاي راح تمثل لنا قيم الاكس، فتاثر لنا يعني ممكن تفرق عندنا بالاختيار عند التيبل، فننتبه للتسميه والقيم. اذا هسه نجي لهنا، فاحتماليه الحاليه نريد منها احتماليه الاكس تساوي 1، وين هالاكس تساوي 1 هاي، وين الواي تساوي 2 هاي الواي تساوي 2. من نريد نجي نختار من التيبل راح ناخذ نقول عندما الاكس هاي تساوي 1 والواي تساوي 2، شنو القيمه طلعت عندنا؟ هاي القيمه طلعت عندنا، اذا معناته الاحتماليه بهاي الحاله تساوي لنا 0. نجي للقيمه اللي بعدها، طالب من عندنا الاحتماليه الاف ايش تساوي عندنا؟ 2، وانتبه هنا الواي الاكس العفو 2 والواي 0. نجي للتيبل، الاكس ايش تساوي؟ نرجع لهذا التيبل، الاكس شنو تساوي؟ 2. راح نختار الاكس تساوي 2 هاي، والواي شنو عندنا؟ الواي تساوي 0 هاي. وين القيمه اللي تقاطعون بها؟ هي هاي القيمه، لقيت هاي القيمه هي 1 إلى 4، نكتبها. زين، نجي للمطلب اللي بعده. المطلب اللي بعده ننتبه طبعا الى الاكبر او يساوي، اقل او يساوي، هاي كل شيء فرقا عندنا. احتماليه هذا هو المطلب اللي بعده، انه احتماليه الاكس ايش تساوي عندنا؟ 1، والواي الواي اقل او تساوي 2. زين، هسه نجي نروح للجدول. عندما الاكس تساوي 1، فوين الاكس تساوي 1؟ هاي هي الاكس تساوي 1. زين، هنا شو يقول؟ الواي ايش راح تاخذها؟ اقل او تساوي 2، معناتنا راح ناخذ الواي تساوي 0 كل قيمه. من نقول الواي اقل او تساوي 2، كل قيمه اقل من 2 بالاضافه للـ2 راح ناخذها. هاي الـ2 شنو القيم الاقل منها؟ 0 و1. اذا معناته راح ناخذ هذا العمود باكمله، لان هو قايل هاي الحاله كلها تاخذها. زين، فمعناته ايش راح ناخذ؟ راح هذا العمود كله نجمعه، اللي هو شنو قيم هذا؟ هو عباره عن الاكس تساوي 1 والواي تساوي 0 ب1 ب2، فراح نجمعهم هذول ثلاثتهم وراح يطلع عندنا جواب 2 إلى 4. زين، هسه ننتقل الى البعد، انتبهوا للبعد عشان راح تفرق. اذا الواي تساوي 2، الواي تساوي 2، نجي اذا الواي تساوي 2 هنا منطينا قيمه للاكس لو لا؟ ما عندي ولا قيمه للاكس. اذا انا هنا شنو من يقول واي تساوي 2، معناته لازم اخذ كل السطر اللي خاص بالواي تساوي 2، معناته راح اخذ الربع والصفر والصفر هنا راح اجمعهم كلهم لانهم حدد لي تساوي 2. اذا انت شنو موجود عندك بالـ2 اخذه الصف.